اهلا بكم مع مهند من اكسيد 050-516-3525. اليوم وصلتنا السياره الاكسيد التي اكس ال الفيس ليفت، زي ما انتم شايفين طبعا شعار الاكسيد المضيء، الحساسات الاماميه، الكاميرات المحيطيه، الاضاءه كلها ال اي دي. السياره دي تشغيل عن بعد، مقياس الرنجات 19 انش، اللون الأخضر. المرايات طبعا بتنطوي، بتفتح تقفل مع فتح السيارة. كل ذكاء على الأبواب، الكروم على الأبواب، الشدات على السقف. نشوف الشكل الخلفي، الإضاءة الـ LED طبعا متصلة كاملة. الموتور تورك ينزل عليها ماكينتين، ماكينة 1.6 وماكينة 2 ليتر 4 سلندر توربو طبعا. سبويلر، ستوب لايت، الدبة اوتوماتيك، ده حجم الدبة. نشوف الداخلية واللي تم عليها من تجديد وتغيير. طبعا الرسالة الترحيبية على الشاشة، ده اللون الداخلي، ذكرى الوضع السيء، سماعات السوني، كراسي اوتوماتيك طبعا، فتح البانوراما، كروز كنترول، الاير باجز، الاي بي اس والبلوتوث والابل كار بلاي والاندرويد اوتو، الامبيانت لايت، الاضاءه طبعا تظهر على التابلو كامل. شوف شكل السياره، هنا الشاشه بتاعتنا، ده شكل الكنترول الداخلي. في تهوية في الصدى، ده الشكل الأنيق ظاهر على التابلو والشاشة والستيرنج. هنا الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو والبلت إن نافيجيشن. السيارة دي وصلت خلاص في إكسيد فرع الكورنيش. كل ما عليكم فعله تتصلوا على مهند 050-516-3525 وأهلا بكم.